ومشاهدينا الكرام، نستكمل مع حضراتكم هذه الجولة من الآن. فقد توقعت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية ارتفاع عائدة السياحة في مصر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا، وذلك عقب عودة نشاط السياحة الروسية من جديد. اعتبرت مؤسسة جولدمان ساكس أن استئناف الرحلات الجوية الروسية من جديد بمثابة الدفعة الكبيرة لانتعاش قطاع السياحة في مصر. وانضم إلينا دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. دكتور حسام، بعد التحية، إلى أي مدى استئناف الرحلات الجوية الروسية من جديد يمثل بالفعل دفعة كبيرة للحالة السياحية في مصر؟ صباح الخير بحضرتك. صباح الخير. طبعا ده خبر يعني قوي جدا إن السياحة الروسية ترجع مصر بعد المشكلة اللي حصلت أو حادثة الطائرة 2015 في أكتوبر، لأن في 2014 كان وصل لنا 3 مليون سايح و100 ألف روسي. نعم. وده كان في الفترة دي في 2014 حوالي تلت عدد السياح اللي بيصلوا إلى مصر. لكن قبل كده في 2010 كان 2 مليون و800 ألف سايح روسي. وده كان حوالي 25% من عدد السياح. احنا في مصر هنا كقطاع سياحي طبعا نتيجة كوفيد 19 زي بقية العالم تأثرنا تأثر كبير بالموضوع السياحة ده، وعدد السياح قل قوي. لكن في حالة عودة السياحة الروسية إلى مصر بنفس المعدلات وفي ظل وجود الإجراءات الاحترازية المتبعة، جميع الفنادق في مصر وشركات السياحة على استعداد تام، لأن احنا من شهر 6/2020 بعد فتح الفنادق السياحية بنسب معينة واتباع الإجراءات الاحترازية بقى والتباعد الاجتماعي وكل المقاييس العالمية بتاعتنا في المطارات، وكذلك بالنسبة للمقاييس اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية، فده هيؤدي إلى انتعاشة كبيرة. وإحنا منتظرين بالفعل أول الرحلات اللي هي تنزل في الفترة الحالية، لأن ده هيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية، ولأن السياحة عندنا صناعة وبتأثر طبعا في الناتج المحلي، فطبيعي ان هيزيد العدد او وجود السائح الروسي هيزود الايرادات الى 3 مليار دولار طبعا بالنسبه للسياحه الروسيه فقط، لكن بالنسبه لبقيه السياح فايراداتها بتبقى مختلفه يعني طبقا للاعداد اللي بتصل. ولكن طبعا المتوقع ان في خلال الفتره القادمه لو حتى الفتره الصيفيه في ظل هذه الظروف والتطعيمات اللي اخذتها الشعوب في بلادها، وطبعا وجود البي سي ار عندنا في المطارات سواء في مطارات شرم الشيخ او الغردقه او مرسى علم، فده هيؤدي فعلا الى انتعاشه اقتصاديه كبيره في مجال السياحه، وطبعا ده هيؤدي الى زياده في الناتج المحلي بالنسبه للدخل القومي من ايرادات السياحه. نعم دكتور حسام، بقول لحضرتك ده هيؤدي إلى زيادة العملة الصعبة في الناتج المحلي المصري اللي هو وجود السياحة الروسية في مصر طبعا. وهو ممكن متوقع أنه يجي حوالي 1 مليون سائح الفترة القادمة خلال 2021 كسائح روسي، لأن السياحة الروسية بتبقى على مدار العام كله، يعني ممكن تبقى في الصيف وفي الشتاء. نعم، دعنا نتحدث دكتور حسام عن أهمية التقارير العالمية فيما يتعلق بالسياحة. يعني مؤسسة مثل مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية عندما تذكر هذا الأمر وارتفاع في النشاط السياحي في مصر، تأثيره على السياحة من الدول الأخرى ما هو؟ أكيد ده هيؤدي إلى وضع صورة إيجابية عن مصر. وبعدين إحنا عندنا السياحة لم تتوقف نتيجة لفتح المطارات بتاعتنا على طول في محافظات البحر الأحمر وفي محافظة جنوب سيناء اللي هي شرم الشيخ في جنوب سيناء والبحر الأحمر. وجالنا بالفعل في الربع الأول من 2021 عدد كبير من السياح من شرق أوروبا بالنسبة للوضع الحالي، يعني بالنسبة لوجود كوفيد 19 ما يقرب من 500 أو 600 ألف سائح، والناس دي لما بتصل إلى مصر بتقضي أجازاتها وبترجع بتنقل نفس الصورة الإيجابية، لأن الحمد لله ما فيش كورونا من الناس دي أو ما فيش حد أصيب بكورونا، ورجعت وأوضحت الصورة الإيجابية. مع وجود التقارير من منظمات السياحة العالمية أو منظمة زي جولدمان هاوس بتقول إن مصر هيبقى في توقع ليها بزيادة الإيرادات، فده
بيدل ان يعني مصر وجهه سياحيه لكل دول العالم، بس احنا منتظرين ان دول زي دول اوروبا تفتح مطاراتها، ان الدول زي دول، انا بتكلم على اوروبا الغربيه مش اوروبا الشرقيه. بالنسبه للدول الاخرى في برضه دول الخليج انها تسمح بعوده السياحه او السفر والانتقالات بعد تطعيم الشعوب دي، واحنا طبعا عندنا كل القطاع السياحي بدا بالتطعيم بالفعل للعاملين في قطاع السياحه وبياخدوا التطعيمات، فده طبيعي هينقل صوره ايجابيه، لان احنا بنوصل الصوره الايجابيه دي من خلال اتحاد غرف شركات السياحه ووزاره السياحه والاثار ومن خلال الشركات والفنادق، بان احنا بنبعت للتور اوبريتورز بره والسبلاير على الخطوات اللي احنا بنتبعها والاجراءات اللي بتتبعها مصر بالنسبه للاجراءات الاحترازيه والتامينيه والمطارات والى اخره، وازاي السائح هيقضي اجازته في مصر مع وجود التقارير من المنظمات العالميه، فده بيؤدي الى صوره ايجابيه وبتزيد من التدفق السياحي. يعني كل حاجه بتيجي في الصالح الايجابي، الامور كلها متشابكه ومتعلقه ببعضها البعض. لا، في حاله ان حد هيذكر تقرير سلبي ده بيأثر، يعني لو حد ذكر تقرير سلبي بيأثر، لكن الحمد لله طبعا معظم التقارير إيجابية عن مصر وعن المنظمات اللي بتقول على مصر كأنها وجهة سياحية في الفترة الحالية أو الفترات القادمة، وإن احنا متبعين كافة الإجراءات، وبالدليل كده إن السياحة الروسية نتيجة لمجهود الدولة خلال الفترة الماضية بقيادة السيد الرئيس ووزارة السياحة والآثار ومعالي رئيس الوزراء أدت إلى نتائج إيجابية في عودة السياحة الروسية إلى مصر. وبعدين السياحة الروسية دي لمصر بتبقى مدخل لبقية الدول العربية في المنطقة، يعني إيه ده بيؤدي إلى إيجابيات أكتر بأن السياحة بتبتدي تنتشر في بقى في الدول الأخرى بعد مصر. نعم. طيب دكتور حسام، هناك نقطة أخرى، موكب المومياوات الملكية. بالتأكيد بمجرد ما تابع العالم كله هذا الحدث، أصبح أيضا هناك الكثير من الأحاديث على أهمية زيارة مصر. كيف رأيت من الجانب السياحي، كيف رصدت حتى الآن؟ حقيقة الموكب المومياوات الملكية ده كان مش أبهر المصريين فقط، بس أبهر العالم كله، وجات لنا ردود أفعال إيجابية كثيرة من الوكلاء بتوعنا في الخارج. يعني أنا بتكلم كقطاع خاص والتور أوبريتورز، غير الأصدقاء والمعارف وأصحاب الشركات بره وأصحاب الفنادق، لأن ابتدت تطلب بالفعل أن يكون المتحف الحضارة في الفسطاط مدرج ضمن البرامج الكلاسيكيه بتاعتنا في السياحه الثقافيه، فده ادى الى صوره ايجابيه عن السياحه الثقافيه. طبعا ملوك مصر العظماء في ايام الدوله المصريه، ايام الفراعنه او الدوله المصريه القديمه او الحضاره المصريه القديمه، ده كله تابعوا ملايين من الناس على مستوى العالم السياحه التي تهتم بالسياحه الثقافيه، وهم عندهم خلفية طبعا كعلم انهم اطفالهم بيدرسوا عن الاهرامات وبيدرسوا عن الفراعنة او المصريين القدماء، فده كله اثر تأثير ايجابي. واحنا ان شاء الله كقطاع سياحي خاص واصحاب شركات ومستثمرين هنضع البرنامج ده في البرنامج او متحف الحضارات ونقل المومياوات ده كتأثيره على الناس، هيخلينا نضع البرنامج ده كبرنامج يعني اساسي في الزيارات داخل القاهرة بالنسبة للسياح الأجانب، وبالطبيعي أنه هو بالفعل بيزود إيرادات السياحة الثقافية وطلب السياحة الثقافية. نعم، دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، جزيل الشكر لحضرتك.